اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده زي ما انت شايف من العنوان كده هنتكلم عن اخر سوفت وير ابديت يجي للاي او اس 13. يعني لو ما حصلش اي باجز تاني او ما حصلش اي مشاكل في السوفت وير تاني، احتمال يكون دوت اخر سوفت وير ابل بتقدمه للاي او اس 13، لان كل الجهود دلوقتي متجهه ناحيه الاي او اس 14، واللي اقل من شهر هنشوفه هنعمل عنه ريفيو. عشان كده وقبل ما نبتدي نتكلم عن اهم المميزات اللي جاي بيها السوفت وير ابديت دوت، لو انت معاك ايفون او لو انت مهتم باي اخبار من ابل او اخبار التكنولوجي بشكل عام، اتاكد انك عامل سبسكرايب، وطبعا لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك، ولو عندك اي اسئله او كومنتات او اقتراحات اكتبها في الكومنتات وانا هرد عليك. الابديت ده رغم ان هو صغير تقريبا، المساحه بتاعته ما بتعديش ال 100 ميجا سواء على ال 11 برو او على ال 11 برو ماكس او على حتى على الايفون 11، فهو بيعالج مشاكل كتير قوي، ومنها مشكله البطاريه اللي كانت بتزعج ناس كتير قوي، خاصه الناس اللي معاها ال 7 وال 7 بلس، وكان في ناس كمان بتشتكي من مشكله البطاريه ديت في الايفون 11. فخلينا كده نمسك كل المميزات اللي جاي بيها الابديت ده، او كل الحاجات اللي هيصلحها الابديت ده. هو مش جاي بمميزات، هو جاي يصلح اخطاء قديمه. اول حاجه محتاج اقولها لك ان الابديت ده جاي للاجهزه من اول الايفون 6S لغايه ال 11 برو ماكس. لو جهازك قبل ال 6S فبالتالي الاي او اس 13 اصلا ما نزلكش، فالابديت دوت مش ليك. وعشان تعمل الابديت دوت محتاج تفتح السيتنج، وبعد كده بتفتح الجنرال، وبعد كده بتدوس على سوفت وير ابديت. طيب اول مشكله بيعالجها الابديت دوت او بيحلها هي مشكله التنت جرين، او اللون الاخضر اللي بيبان كده بشكل ضيق او بشكل مش قوي في ال 11 برو وال 11 برو ماكس. طبعا مش مع كل الناس، مع مستخدمين معينين، فالابديت دوت جاي يحل المشكله ديت، وكمان جاي يعالج مشكله السيرمال او مشكله الحراره اللي كانت بتسبب الاخضرار اللي في الشاشه دوت. طيب نيجي لاهم حاجه بيحلها الابديت دوت، وهي الاستورج ايشو او مشكله الذاكره الداخليه للموبايل. ودوت حصل معايا بشكل شخصي، انه انا بمسح فايلات كتير من على الموبايل، وبعد ما امسح الفايل ما بياخدش افكت على الاستورج نفسها. يعني ايه؟ يعني انت مثلا الاستورج بتاعتك 64 جيجا باقي فيها 20، فانت مسحت فايلات 10 جيجا فالمفروض يبقى باقي فيها 30، لا الاستورج بتفضل زي ما هي 20 جيجا اللي باقي. فديت اول حاجه اتحلت. الحاجه الثانيه كمان اللي اتحلت اللي هو الاذر، الناس اللي متابعه الاستورج كانت الاذر فيها مساحتها كبيره قوي، فالمفروض ان الابديت دوت بيحل القصه ديت وبيقلل لك المساحه بتاعت. نيجي بقى لنقطه البرفورمانس او الاداء بعد الابديت. الابديت ما بقالوش ساعات، يعني تقريبا هو بقاله 10 ساعات نازل، هو نزل امبارح الساعه 12 او الساعه 1، فانا لسه البرفورمانس مش حاسس قوي ان في تغيير، يعني هو نفس البرفورمانس. بس اهم حاجتين اللي قلت لك عليهم اللي هو التنت جرين سكرين اللي هي اللون الاخضر، ومشكله الميموري. نيجي لنقطه ثانيه مهمه جدا بيحلها الابديت دوت، هي مشكله البطاريه. كان ناس كتير قوي بتشتكي وبتكلمني على انستجرام او حتى في الكومنتات انه الابديت الاخير كان بيخلي البطاريه تخلص بشكل اسرع وكان في مشاكل كتير، فالمفروض انه الابديت دوت بيحل القصه ديت، وممكن اعمل فيديو فولو اب عشان اشوف اتحلت ولا لا، وعشان اناقش الناس اذا كانت اتحلت ولا لا. فاكتبوا لي كده في الكومنتات لو انتم محتاجين فيديو فولو اب عشان اشوف لكم المشكله ديت اتحلت ولا لا. لغايه دلوقتي انا زي ما قلت لكم ما استخدمتش الموبايل تقريبا غير 3 ساعات او ساعتين بالابديت الجديد، فبالتالي مش هقدر احكم على البطاريه اتحلت ولا لا. ممكن نعمل فيديو فولو اب للبطاريه مخصوص. اخر سؤال بقى واخر جزئيه في الفيديو واللي بتساله بشكل متكرر بعد اي سوفت وير ابديت جديد من قبل، المفروض اعمل الابديت ولا لا؟ طبعا المفروض تعمل الابديت. الابديت زي ما قلت لك بيحل مشاكل كتير قوي، اهمها البطاريه والاستورج. يعني انا عارف ان ناس كتير قوي ما كانش بتقابلهم مشكله الشاشه الخضراء ديت، رغم ان هي كانت موجوده عند مستخدمين معين، وخاصه لما تقفل اللوك سكرين وبعد كده تفتحه تاني فكانت بتظهر، او لما بتقلل البرايتنس على اقل حاجه ليها. فبس فاتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عندكم اي اسئله او استفسارات عندكم في الكومنتات اكتبوها وانا ارد عليكم. وعايز اعرف بقى الناس اللي عملت السوفت وير ابديت تكتب رايها، يعني اديني كده 3 اختيارات. الموبايل ما اتغيرش، لا اتغير للأسوأ، لا اتغير للأحسن. اكتب رأيك بالنسبة للأبديت دوت، ولو عندكم أي أسئلة اكتبوها برضو في الكومنتات، وهسيب لكم في الديسكريبشن تويتر وانستجرام والفيسبوك، لو عندكم أي أسئلة كلموني هناك وأنا هرد عليكم.